شريف جاهز؟ انت جاهزة؟ انا جاهزة. حاسس ايه؟ لا مبسوط قوي. متحمس؟ لطيف جدا. طيب هشوف مصر من فوق بقى، ام الدنيا. هسألك سؤال سريع كده كده انت هتنط، بس هسأله لك تجاوب عليه في 3 ثواني. يلا. مين كان بيقدم برنامج نجمك المفضل في الستينات؟ ست ليلى رستم طبعا. برافو عليك. الله يرحمها. لا انت جاهز جدا. هنشوفك يلا. تحت. يلا بينا. احب ازورك فيك انت في نوكا انا وحبيبي ونغني زين وعزم سمية. الناس اللي شايفيننا لازم تيجوا تعملوا القصه اللي احنا بنعملها دي. جامد 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 وقناة السويس ما كنتش متخيل انا هشوفها من فوق بالطريقه دي. ف هتعمل سكاي دايفنج تاني؟ طبعا ممكن اروح دلوقتي لو عايز.